حكينا قبيله شويه على الوضع الوبائي وانتشاره، ولكن رغم الوضعيات اللي حكيناهم كل والارقام اللي حكيناهم كل، يبقى الانتشار نعم سريع جدا، ولكن ممكن الخطوره اقل نسبيا، والحيطة والحذر خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. بالتأكيد حافظ، احنا الكلام هذا كنا حكيناه في أول حصة في أول سبتمبر، قلنا راه لم يعد نفس الفيروس اللي جاء في الموجة الأولى، واللي فما التغيير على مستوى الفيروس، وهذا يجعل منه يكون أقل خطورة. معنا هذا كل حكيناه احنا سابقا في وعطينا الدراسات العلمية اللي أثبتت ذلك. نعم، دونك والحمد لله توا الحالات أغلبيتها بسيطة، معناها فقط كبار السن اللي لازم العناية بهم واللي يستحقوا الأكسجين. وهك علاش احنا قلنا الفترة الجاية احنا مثلنا بعيدين ياسر على الذروة، معناها الذروة منتظرة معناها باش تكون في فصل الشتاء. وهك علاش لازم نحضروا احنا الموضوع هذا، وهذا ما نجم نحضروا احنا، كان كل واحد يقوم بدوره على مستوى الأفراد. لازمنا تباعد وتطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وغسل الأيدي، وبالله تعقيم، وخاصة تعقيم الهواتف الجوال، راه ساعات نعقم يدينا نعقم كل شيء وننسوا الهاتف نتاعنا، ونعرف الهاتف الجوال أكثر ناقل لفيروس كورونا. نحكيو على الهاتف الجوال، نحكيو على المفاتح، نحكيو على مفاتح الدار، مفاتح الكهرباء، نحكيو على الأشياء اللي نستعملوهم بكثرة في اليوم، اللي نستعملوهم بكثرة واللي احنا نعقم يدينا وننسوا باش نعقمو. نعم، هذا على مستوى الافراد. على مستوى انتم كرجال اعلام، انا ظهر لي لازم نعاود نعملوا مجهود اكثر في التعب الاعلاميه، وانت فرصه باش نشكرك حافظ على المجهودات اللي تعمل فيها. العفو. منذ بدايه كورونا، اما لازم يكون هذا يتعمم على وسائل، على التلفزه وعلى برشا وسائل اعلاميه اخرى. معنا لازمنا في الليل المواطن يسمع عن احنا في توفي تحل في تونس في الليل ما تلقاش ناس تحكي على الكورونا وتحكي على مخاطر الكورونا والتباعد والخطر. هذا لازم خطاب يتعاود برشا مرات باش المواطن يتمكن منه. نعم، دونك هذا على مستوى الاعلامي. والمستوى سياسة الدولة، انا يظهر لي فما برشا حاجات لازمها مراجعات. معناها لازم فما اولويات. احنا عندنا شح كبير في التحاليل وقدرة ضعيفة، مازال ضعيفة على الاختبار وغير كافية معناها للاختبار. اما احنا مازلنا نعملوا اختبارات للناس اللي راجعين من مناطق الحمراء ما عندهمش حتى اعراض في اليوم السابع في الحجر الصحي. انا يظهر لي ماذا بيها اللي ما عندوش علامات، ما وخليها 10 ايام في الحجر الصحي وسيبه كما اي مواطن في تونس. معناها احنا العزل الصحي اذا كان عندك ما عندكش حتى تكون معرض، هم اول حاجه جوب بي سي ار نيجاتيف، خليها في الزيعود، مش تخليه 7 ايام انت في النزل، خليها 10 ايام زيدوا 3 ايام من غير ما تعملوا بي سي ار، سيبه. واضح، معناها هذا نربح حق تحليل نحطه المواطن اللي هو محتاج باش يعمل معناها شخص مسن وما عندوش باش يحلل بالفلوس، ونجم نحللوا له هذايا، واحنا غير ما نبقى نبعثوه لتونس ولا البقعه اخرى. دونك لازم التوجيه افضل للتحاليل هذوما. احنا اللي جاي بي سي ار نيجاتيف وحطيناه في العزل الصحي لمده اسبوع في نزل في المناطق الحمراء ولا في المنزل، مثال شعود 7 ايام خليها 10 ايام، ما هو احنا البروتوكول الصحي عزل 10 ايام، اذا كان ما ظهرتش الاعراض نجم يخرج من العزل. طبعا نحينوا احنا المعلومات هذه اللي مش محينا مع الاسف، مازلنا نخدموا بها من وفما بلدان اخرى. تو جو بونس لانجلتير كان مانيش غلط يحكيوا على 7 ايام، هوني هما فما معنا بلدان تحكي على 7 ايام فقط. ده موجود، لا موجود في 7 ايام فقط، اما احنا نعملوا 7 وبعد 7 نزيدوا 7 اخرين كنزم في المنزل واحنا تو هذه في مناطق ما عندهاش، اما احنا اللي موجود منتشر اكثر من اللي موجود في النزل. معنا صح صح، احنا بطبيعتنا منطقه حمراء وناقصين تحاليل. معنا الناس اللي عندهم امكانيات تحليل وعندهم ظروفهم معناها، اما احنا تو التحاليل حسب الاولويه، والاولويه تو انا الكبار، انا حتى الصغار اللي عندهم اعراض معناها ما عندناش عندنا امل باش نحلوله. احنا تو كبار السن وعندهم اعراض وما عندناش كيفاش نحلوهم، ما عندناش نجمش نوجههم مستشفى انا محلي هنا باش يعملوا تحليل. قلت لك مستشفى محلي يعطوه 20 كيت، معناها 20 تحليل في الاسبوع. اي عدد غير كافي بالمره. عدد غير كافي، بينما اللي يبدا في معزول في نزل نهار السابع ما عنده حتى اعراض ونمشي نعمله في تحليل في النزل على عين المكان. ماذا بيا الناس تتنقل للنزل على عين المكان، يمشوا عين المكان عند الناس المسنين اللي ولا معاقين، ما نجمش يكون ممكن حل افضل. انا لازم
تحديد الأولويات وتوجيه للناس المستحقة، معناها مش ناس ما عندوش أعراض، هو عنده 7 أيام ما عندوش أعراض في النزل، زيدوا 3 أيام مثال حجر صحي وبعد نسيبوه من غير تحليل. أما اللي عنده أعراض وما نلقيناش كيفاش نعملوا تحليل، يظهر لي لازم يكون أولوية، خاصة من كبار السن اللي نجم يستحق الأكسجين في كل وقت، ينجم يطيح له الأكسجين في كل وقت، فكي لازم يكون أولوي. واضح، وصلت المعلومات. خاصة أن نحضروا أنفسنا الأيام العصيبة الجاية، هو أن نحضروا نقاط أكسجين. راهو لازم نحضروا نقاط أكسجين سواء على مستشفيات محلية، على مستوى مستشفيات محلية معنا خاطر، وإلا مستشفيات ميدانية، وإلا نكريو دي كونسنتراتور اللي نخليهم على ذمة الواحد القطاع، معناها على ذمة الخط الأول، الأطباء الخط الأول. أنا كي نستحق مريض عنده كورونا وعنده كوفيد، أول حاجة النجم نحلله هو في داره، إذا كان كبير السن ما نجمش نتنقل، نجم نعمل فريق يمشي يحلل، وإذا كان طلع بوزيتيف نجم نوفروا له أكسجين في الدار ونعالجه في الدار هكا ديما بمتابعة متاع طبيب العائلة متاعه. واضح. نقصوا على السبيطار، نقصوا الشارج على الناس الكل، ونخفوا العبء على برشا. إذا كان حالته تعكرت واستحق باش يستحق الاستعجال، سواء نتابع فيه المرضى نتاعي على وسائل التواصل الاجتماعي معناها بالواتساب والمسنجر باش نشوف حالتهم، مش قيسي الاكسجين قيسي كذا وجهه تعمل معناها ممكنه هذا باش نجم، خاطر مازلنا في البدايه راه ديما مازلنا نعاود حفره، والايام الجايه اصعب، مش تكون اصعب شوي. واضح، يعطيك صحه دكتور حمدين، ان شاء الله. شكرا لك، تفضل. امين امين، نتمنوا الشفاء العاجل لجميع المرضى بالكوفيد ونترحموا على اللي ماتوا، ونحن نحب الحياه اذا ما استطعنا اليها سبيلا. يعطيك صحة، شكرا لك دكتور حمدين على مساهمتك في التوعية والثقافة الصحية للمواطنين. شكرا لكم مستمعين أنتم في الاستماع، مازلنا معكم حتى للستة العشية في ديمانش بلوس لليوم. إذا تسألوا شنو عنا في فقراتنا القادمة شوية أخر باش نمشي ونحكيو على كوتشينك، على نحب نقدم مع ضيفي سي سامي بن منصور باش نحكيو اليوم على مواضيع تهم التنمية الذاتية، تهم التواصل وبناء الثقة في النفس، هذا كل باش نشوفوه شوية أخر مع سي سامي بن منصور، ولكن توت فيت نخليكم